إنها حكاية شعب صنع أبناؤه من الصعوبات فرصاً ومن الآلام دروساً، حكاية شعب أبدع في فن البقاء والازدهار، فتجاوزت حكايته حدود الزمان والمكان. هذا الشعب الذي سيبقى بفضل الله مربطاً في أرضه بوحدة وطنية عجيبة وفريدة جعلته يصنع من أزماته وشدائده جسراً يعبر عليه ليصل دائماً إلى بر الأمان ويعيد لمصر حسنها وجمالها. يا جمال الحسن فيها، هل رأيت لها شبيها؟ هل شجاك الحب مثلي فانضممت لعاشقيها؟ هل رأيت النيل يجري فوقها سحرا وتيها، والسنابل باسقات في شموخ يعتليها؟ أيها التاريخ إنا بالغوالي نفتديها. مصر ليست محض أرض أو مشاعر ندعيها، قل لمن سألوك عنها إن ربي مصطفيها. إنها مصر ويكفي أن تجلى الله فيها.